الكلام ده. طيب دلوقتي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن وجهت الآن بفحص وحل جميع المشكلات التي وردت إلينا في هذا البرنامج فيما يتعلق بتكافل وكرامة. إذن كل التحية لسيادة الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، لها كل التحية على الاستجابة، على التحرك، على الرد على شكاوى المواطنين، وهيتم التواصل معهم ونبعت لهم جميع الشكاوى اللي موجودة إن شاء الله. التحرك سريع. أشكر معالي الوزيرة. نعم. الحقيقة وزارة التضامن من الوزارات النشطة وفرق العمل اللي فيها في مختلف قطاعات الوزارة نشطة وتواصل مستمر معانا، سواء فيما يتعلق بتكافل وكرامة أو باقي الملفات المشردين أو